السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نديرو ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه للموديل ديال ايشونتيوناج اي استيماسيون. كما سمعتوا معنا شفنا ديجا واحد بروميير بوا اللي هي الانترودكسيون جينيرال. فهاد الانترودكسيون جينيرال تعرفنا شنو هو الاستيماسيون وشنو هو ايشونتيوناج. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في لا تيوري دي شونتيوناج. في هاد لو بوين 2 لا شابتر 2 غيكون طويل شي شويه، في بزاف ديال الحوايج غادي نشوفوهم ان شاء الله. اني نبداو هاد سميتو هاد لا تيوري دي شونتيوناج باول حاجه اللي هي الفاريابل الياتوار كونتينو، يعني سالينا داكشي لي سكري ديسكري شفتو في لا بروبابيليتي. يعني غادي نبداو بلي فاريابل الياتوار كونتينو. يعني في اول حاجه نشوفها في لي فاريابل الياتوار كونتينو هي لا فونكسيون دو دونسيتي دو بروبابيليتي دون فاريابل الياتوار كونتينو. يعني غادي نتعرفوا على لا فونكسيون دو دونسيتي. بالنسبه للفاريابل كونتينو راه كيكون ملي كنقولوا x لواحد اوميغا عند واحد الانترفال في r، عند واحد الانترفال في r يعني واحد المجال. يعني اول حاجه غنبداوها هي لا فونكسيون دو دونسيتي ديال ديال بروبابيليتي دون فاريابل، عفوا دون فاريابل الياتوار كونتينو. ديفينيسيون نيميرو 1، اون فونكسيون دو دونسيتي دو بروبابيليتي اي طون فونكسيون f اللي كاينه اللي معرفه من r ل r، يعني من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. تلكو عندها جوج ديال الحوايج. الاولى لكل اكس كينتمي للار اف لاكس كتكون موجبه، اف لاكس كتكون موجبه. يعني اون فوا لقيت واحد لا فونكسيون عندها شي مجال فيها كتكون سالب، واحد المجال في ار كتكون فيه سالبه، راه ماشي فونكسيون دو دونسيتي. يعني واحد من المميزات ديال لا فونكسيون دو دونسيتي راه كتكون موجبه من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني، من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. يعني في المجال في ار كتكون فيه كلها بوزيتيف. الحاجه الثانيه اف اللي هي فونكسيون دو دونسيتي اي انتيغرال سور توت انترفال دو ار، يعني لانتيغرال ديالها من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، ولا اللي كتسمى التكامل من موان لانفيني لبلوس لانفيني كيساوي 1. يعني بالنسبه لها فونكسيون دو دونسيتي كيفاش كيكون السؤال ديالها في الامتحان، كيعطيك واحد لا فونكسيون كيقول لك هاد لا فونكسيون واش هي فونكسيون دو دونسيتي ولا لا. انت شنو كتدرس؟ كتدرس الاشاره ديالها. الا كانت الاشاره ديالها موجبه مزيان كندوزو لدوزيام كونديسيون، لقيت الاشاره ديالها سالبه في شي بلاصه راه ماشي فونكسيون دو دونسيتي. الا لقيتها موجبه كندوز لدوزيام كونديسيون كنحسب الانتيغرال ديالها من موان لانفيني بلوس لانفيني. الا حسبت هاد التكامل لقيتو كيساوي واحد راه فونكسيون دو دونسيتي، ما لقيتوش كيساوي واحد راه هي ماشي فونكسيون دو دونسيتي. هذا واحد السؤال كيعطيهم لك في الامتحان. ولا كيقول لك هذه راه فونكسيون دو دونسيتي، كيقول لك هاد لا فونكسيون عطاتك راه فونكسيون دو دونسيتي. يعني الا كانت فونكسيون دو دونسيتي راه فيها جوج ديال الحوايج، ديجا هي موجبه على ار ولانتيغرال ديالها كيساوي واحد. هنا كيعطيك لا فونكسيون والداخل ديال لا فونكسيون كيكون واحد لا فاريبل انكون، مثلا كيحط لك ا ولا بي ولا بيتا يعني ما عرفاش، وكيقول لك جبد لي القيمه ديال البيتا. انت كتعرف ان الانتيغرال كيساوي واحد كتستعمل لا ماتيماتيك باش تجبد هذاك لانكون. هذا واحد من الاسئله اللي كتستعملهم في لا فونكسيون دو دونسيتي. ندوزو نشوفو شي حاجه اخرى. ديفينيسيون 3، سوا اكس اون فاريابل الياتوار كونتينو اي اف اون فونكسيون دو دونسيتي، كما قلت لكم دو بروبابيليتي. اون دي الوغ كو اف اي اون فونكسيون دو دونسيتي سي، ملي كتحقنا هاد الشرط يعني جميع النقط في واحد المجال ا بي كينتميو لار، البروبابيليتي ما بين هاد المجال ا او بي، ما بين هاد المجال ا او بي كتساوي لانتيغرال ديال من ا حتى لبي اف لي اكس، تكامل من ا حتى لبي اف لي اكس. وملي كيعطينا واحد لا فونكسيون دو دونسيتي وكيقول لي حسب ليا لا بروبابيليتي ديال هاد المجال كنستعملو نفس الشيء. الا قال لي مثلا حسب ليا البروبابيليتي ما بين ا او بي كندير لانتيغرال ديال من ا حتى لبي اف لي اكس، من ا حتى لبي اف لي اكس. ولا قال لي مثلا يعطيني لا بروبابيليتي ديال اكبر من 5 يعني كندير من 5 حتى لبلوس لانفيني، من 5 حتى لبلوس لانفيني. هادي الاستعمالات ديال لا فونكسيون دو دونسيتي. ابخي غادي نديرو ان شاء الله واحد ليكزيرسيس ولا جوج ولا ثلاثه ديال ليكزيرسيس غير فيهم هاد البارتي الاولى غنخدموها في هاد لا فيديو ان شاء الله. يعني لي بروبريتي في هاد لا فونكسيون دو دونسيتي، يعني
ما عندناش البروبابيليتي ديال النقطه، عندنا البروبابيليتي ديال المجال. لكل اكس ينتمي الى ار اكس اوميغا، يعني كاين في المجال ديال لا دونسيتي البروبابيليتي ديال واحد اكس، يعني واحد العدد راه ما كايناش. يعني ملي كنهضروا على البروبابيليتي ديال 1 والبروبابيليتي ديال 2 دو 3 دو 5، يعني ديال واحد العدد بوحدو راه كتساوي صفر. يعني عندنا البروبابيليتي ديال المجالات، البروبابيليتي ديال واحد المجال، وين البروبابيليتي ديال واحد ليليمون ما كايناش، غادي نتعرفوا عليها. مثلا قال لك غادي اون فونكسيون دو دونسيتي، ويقول لك حسب ليا اشنو هي البروبابيليتي دو 5. امبوسيبل، يعني ماشي امبوسيبل، ايغال 0 ايغال 0. ولكن باش تخرج لك لا بروبابيليتي واحد الرقم كبر من صفر خاص يكون عندك واحد المجال. وعندنا في هذا لا فونكسيون دو دونسيتي، سواء كانت عندك لا بروبابيليتي ا اصغر قطعا من اكس اصغر قطعا من بي، يعني انفيريور ستريكتومون ا اكس انفيريور او اكس انفيريور ستريكتومون ا بي، ولا كانت عندك بحال بحال ا انفيريور او ايغال، يعني اصغر او يساوي اكس بحال بحال، يعني هذيك اصغر او يساوي وقطعا راه بحال بحال، يعني سواء هذه سواء عندك قطعان سواء عندك اصغر او يساوي سواء عندك اصغر او يساوي هكا بحال بحال. واش شنو كتساوي هاد البروبابيليتي؟ كما قلت لكم كتساوي لانتيغرال من ا حتى لبي ديال لا فونكسيون لي عندها لا فونكسيون دو دونسيتي. هادي فونكسيون دو دونسيتي كنحسب هاد لانتيغرال، وداك الشيء اللي عطات لي كيكون هو البروبابيليتي، كيكون البروبابيليتي ديال العدد. وكما كتعرفوا البروبابيليتي كتكون محصور ما بين صفر وواحد، مايمكنش تكون اصغر من واحد، مايمكنش تكون اكبر من واحد، ما يمكنش تكون اصغر من صفر، ما يمكنش تكون اكبر من واحد. دابا سيرينا لا فونكسيون دو دونسيتي، نشوفوا الحاجه الثانيه اللي هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دون فاريابل الياتوار كونتيني، يعني ديفينيسيون 4. سوا اكس اون فاريابل الياتوار كونتيني اي اف سا فونكسيون دو دونسيتي، يعني اف هي لا فونكسيون دو دونسيتي ديال هذيك لا فاريابل، لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو سيت فاريابل اي لا فونكسيون كيكسبوا على هذا الشكل. مثلا عندك خمسة ديال لي بوين، لو بوين الاولى هي موالا انفيني حتى لهذوك لو بوين حتى الاكس، لا فونك الثانيه هي من موالا انفيني حتى مثلا عندك ثلاثه ديال لي بوين، عندك جوج واربعه وسته، يعني كتحسب لانتيغرال من موالا انفيني حتى جوج النقطه الاولى، من موالا انفيني حتى اربعه، من موالا انفيني حتى سته، كنحطهم ثلاثه هكا كتسمى فونكسيون دو ريبارتيسيون. ابخي نديرو ليكزارسيس باش تبان ليكم مزيان. وعندها حتى هي دي بروبريتي اللي غادي نشوفهم دابا. الاولى لكل اكس ينتمي الى ار اف لي اكس اكزيست، البروبابيليتي ديالها ملي كنقولوا البروبابيليتي ديال واحد العدد راه ما كايناش، ولكن لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديالها راه كاينه، اف لي اكس راه كاينه اكزيست. بور توت ريال اكس 1 اي اكس 2، ملي كيكون عندنا اكس 1 انفيريور او ايغال اكس 2، يعني ان اف لي اكس 1 اصغر او يساوي من اف لي اكس 2. علاش؟ ابخي من اللي غنديرو التمرين غادي تبان لكم مزيان هاد القضيه. عندنا ملي كيمشيو موالا انفيني اف لي اكس كيمشي لصفر، يعني لي فونكسيون دو ريبارتيسيون كتمشي لصفر، وملي كيمشيو لبلوس لانفيني اف لي اكس يعني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتمشي لواحد، لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتمشي لواحد. اف اي تون فونكسيون كونتيني سير ار، يعني هي كونتيني متصلة على ار كله، على المجال ار. دابا نشوفو لي كاركتيريستيك دون فاريابل الياتوار كونتيني، اشنو هو هادوك لي كاركتيريستيك اللي كاين عندهم كيما كتشوفهم في البروبابيليتي. كاين عندنا ليسبيرونس لا فاريونس لو كار تيب. غادي نبداو بليسبيرونس ماتيماتيك، الامل الرياضي. ديفينيسيون 5، سوا اكس اون فاريابل الياتوار كونتيني اي اف سا فونكسيون دو دونسيتي ليسبيرونس دو اكس نوتي او اكس اي ديفيني بار. مثلا الا عطانا واحد لا فونكسيون دو دونسيتي، عطانا واحد لا فونكسيون دو دونسيتي مثلا جوج اكس شي حاجه هكا ولا 4 اكس 5 زائد، المهم عطانا واحد لا فونكسيون دو دونسيتي وقال لي احسب لي ليسبيرونس ديال هاد لا فونكسيون. كيفاش كنحسبو؟ كنحسبو عن طريق ديال الانتيغرال، يعني الانتيغرال ديال موالا انفيني حتى لبلوس انفيني ديال اكس فوا لا فونكسيون دو دونسيتي، اكس فوا لا فونكسيون دو دونسيتي، وكتحسب هاد الانتيغرال وكتعطيك ليسبيرونس. يعني باش نحسب ليسبيرونس ديال لا فونكسيون دو دونسيتي او اكس ايغال لانتيغرال ولا التكامل ديال موالا انفيني ا بلوس انفيني ديال اكس فوا لا فونكسيون دو دونسيتي، باينه. ابري كتعاود كتحسب لي بروبريتي ديال ليسبيرونس. الا كاين عندنا
جوج ديال لي كونو يعني معروفين، يعني ا او بي ينتميان الى ار، ضمن ار ينتميان الى ار ماشي ضمن ار. او لي اكس يعني او لي ا اكس زائد بي، اشنو كتعطينا؟ نقدروا نكتبوها على هذا الشكل، نقدروا نكتبوها على هذا الشكل، ولكن لو فاريونس لو كارتيب لا. ابرا نشوفوا كيفاش كتخرجهم. الى عندي او لي ا اكس زائد بي، ا كيعطيها لك انت في التمرين، في التمرين كيعطيك بحال هادشي، كيكون عندك ليسبيرونس ديال هادي وكيقول لك تخرج لي ليسبيرونس ديال ا اكس زائد بي. كدير ا فوا داك ليسبيرونس اللي حسبتيه ديجا، ا فوا داك ليسبيرونس اللي حسبتيه ديجا، وكتزيد ليه بي. باينه سوا اكس اي غريك دو فاريابل ديسبيرونس ريسبكتيف او اكس اي او غريك. الوغ يعني عندنا جوج ديال لي فاريابل الياتوار كونتون، كاين اكس وكاين اي غريك، وحسبنا ديجا مثلا ليسبيرونس ديال اكس، وحسبنا ديجا ليسبيرونس ديال ايغريك. الا قال لنا حسب لي ليسبيرونس ديال اكس زائد ايغريك، يعني هو كيساوي ليسبيرونس ديال اكس، وكنزيد ليسبيرونس ديال ايغريك. حتى هي بروبريتي باينه، يعني غنستعملها ديجا ابري. هو كيكون عندنا لي مومون سامبل دوردر كا اللي كنستعملوهم في بعض الاحيان، حتى هي سهله. هنا ابل لو مومون سامبل دوردر كا لا كونتيتي، اشنو هو الفرق يعني مومون اوردر كا، ولا كنحسبوا ليسبيرونس ديالو، كنديروا ليه اكس و سكا، اشنو كنزيدو في هذيك لا فونكسيون هادي، شنو كنزيدو فيها؟ زدنا كا هنايا، زدنا سكا هنايا، وزدنا كا هنايا. الا حسب لي قال لي زعما لوغدر اوردر دو، الا قال لي انا لو مومون سامبل لوغدر دو، كنعوض هنا بدو وكنعوض هنا بدو، يعني كان باش نخرج ليسبيرونس ديال لوغدر دو كندير لانتيغرال ديال موان لانفيني حتى بلوس ديال لانفيني اكس سي 2 فوا لا فونكسيون دو دونسيتي، وكنحسب هذيك لا فونكسيون كنخرج لانتيغرال، واني خرجت سميتو ليسبيرونس دو الاوردر كا دو لو مومون الاوردر 2. مثلا كان عندي هنا الاوردر 4، كنعوض هنا ب 4 وكنعوض هنا ب 4، يعني باش نخرج هاد ليسبيرونس ديال لو مومون الاوردر 4 كندير التكامل ديال موان لانفيني حتى بلوس انفيني اكس اوس 4 فوا لا فونكسيون دو دونسيتي اللي هي اف لي اكس، وكنحسب هاد الانتغرال وكنخرجو. شي حاجه اللي هي زعما سهله، المهم انك تكون كتعرف تحسب الانتغرال. ولي فونكسيون اللي كيكونوا ما كيكونوش زعما دي فونكسيون اللي هما واعرين بزاف، كيكونوا سامبل، خاصك شويه ديال التكنيك وغيكون كلشي مزيان ان شاء الله. دابا شفنا اسبيرونس، دابا نشوفو لا فاريونس. سوا اكس اون فاريابل الياتوار كونتيني اي لا فون اي سا فونكسيون دو دونسيتي، لا فاريونس دو اكس نوتي بار في اكس، كنرمزو ليه ب في اكس، كنحسبو على الطريقة اللي كنستعملوها هي هادي، هو ليسبيرونس ديال اكس اوسي 2 ناقص ليسبيرونس اكس. هادي كنستعملو فيها دوك لوغدر 2، يعني كنستعملو فيها اوغدر 2، هادي كنستعملو فيها اوغدر 2، يعني ملي كيكون عندنا هنا اوسي 2 حتى هنا كنديرو اوسي 2. لو كنحسبو كنحسبو هادوك سميتو ليسبيرونس الاوغدر 2، ملي كنحسبوه كنديرو ليه ناقص هذاك ليسبيرونس اللي حسبناه في الاول، وكنديرو ليه اوسي 2 هو على برا، داكشي اللي لقينا في ليسبيرونس عادي وكنديرو ليه اوسي 2، يعني هذه هي اللي كنستعملوها باش نخرجوا هادشي. سينو كنديرو هادي، ولكن هادي كيكون فيها الانتغرال ديالها شي شويه صعيب، باش تخرجوا شي شويه صعيب، خاص تكون واعر في الماط، يعني هادي اللي كنستعملوها بزاف، هادي عقلوا على هادي مزيان. دابا شفنا لا فاريونس، اخر حاجه اللي هي لا كارت تيب. لا كارت تيب الا خرج لا فاريونس صافي عاد ما عندك، مابقى عندك والو، كدير غير الراسين، يعني كدير جدر مربع وكيخرج لك لي كارت تيب، كدير جدر مربع ديال لا فاريونس وكيخرج لك الكارت تيب، هو ساهل. دي بروبريتي ديالهم، الا كان عندي دو فاريابل اللي كنعرفوهم ا و بي ينتميان الى ار، يعني الا كان عندي في لي ا اكس زائد بي كما قلت لكم كيعطيها لك في الامتحان، كتخرج في لي اكس وكيقول لك شحال كيساوي في لي ا اكس زائد بي. انا ما كديرش هنا ا فوا في لي اكس زائد بي، لا كدير ا او سي 2، ا او سي 2 فوا في لي اكس، عقلوا عليها ا او سي 2 فوا في لي اكس. ثانيه كاين عندك جوج ديال الاعداد ا و بي كتعرفهم ينتميان الى ار، الكارتيب ديال ا اكس زائد بي هو القيمه المطلقه ديال A. يعني الا كان هنا ا سالب كنردو يكون موجب، خاص يكون موجب، وكنضربوه في الكارتيب اللي لقيناه ديجا، في ذلك الكارتيب اللي لقيناه ديجا. يعني هادو علاقات اللي غادي نستعملوهم ان شاء الله. ابر الفيديو الجاي غادي نديرو واحد التمرين ولا جوج ولا ثلاثه، سواء في واحد لا فيديو سواء نقسموهم في دي فيديو، واللي عنده ان شاء الله شي كيستيون يحطها في الكومنتير،
والله يتواصل معنا في لاباج حنا معاك، واللي عنده كاع لي جروب ديال حنا معاك يصيفط لينا، اللي ما عندوش يصيفط لنا في الواتساب ونأجوتيها ان شاء الله. مهم بون كوراج، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكنتمنى انكم استفدتوا في هذا لا فيديو. الا استفدت انت بارطاجي مع اصحابك حتى هما يستافدوا معاك، وما تنساش دير ابوني باش ان شاء الله تتفرج في ليبيزود نيميرو 3. بون كوراج، الله يعاونكم.